السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة كده. فيديو النهاردة يا جماعة حلو جدا وقوي جدا، ويمكن من افضل واهم الفيديوهات اللي انا عملتها في قناتي، وهو بفضل الله بيتحدث عن دعاء تردده وتكرره 7 مرات بنفس الطريقة اللي انا اقولها لك. وبفضل الله بصوا الدعاء ده بقى يا جماعة يفيدكم في ايه. هذا الدعاء يا جماعة بيسمى بدعاء تحقيق المعجزات، او بيسمى بالدعاء المعجزة. طب ليه عبد الله الدعاء ده تسمى بالدعاء المعجزة؟ الدعاء ده يا جماعة تسمى بالدعاء المعجزة او دعاء تحقيق المعجزات لانه تحقق به المعجزات، لانه ما قرأه احد بفضل الله بنفس الطريقة اللي انا اقولها الا وبفضل الله ستتحقق معه معجزة. طيب يعني ايه معجزة يا عبد الله؟ يعني هيمشي على المية ولا ايه؟ لا، معجزة يعني بفضل الله أغلب الحاجات اللي هو هيطلبها بعد ما يقول الدعاء ده، أغلب الحاجات اللي هيطلبها من الله تعالى بفضل الله ستحقق، وبفضل الله الحاجات هتحقق في الحال، يعني بعد ما تعمل الفايدة إن شاء الله مباشرة أو من أول يوم يا جماعة على طول أنت هتجد نتيجة الفايدة على طول بفضل الله مباشرة، يعني بعد ما تعمل الفايدة على طول هتلاقي النتيجة على طول. وانا عايز اقول لكم يا جماعة ان الفايدة اللي انا هتكلم عليها دي من المجربات القوية جدا 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 والمجربات القاطعة التي ستجعل اي شخص يعملها زي ما انا هقولها بالظبط هتجعله في ذهول. وانا عايز اقول لكم كمان يا جماعة ان الفايدة دي عموما بتفيد في اي حد ليه حاجة عند الله تعالى، او اي حد بيعاني في تعطيلات في حياته، سواء تعطيل الزواج او تعطيل الرزق، او اي شخص مسحور او ممسوس، او اي شخص اي حاجة يا جماعة ليك اي حاجة عند الله. نفسك مثلا انت ام مثلا نفسك بنتك تتجوز، انت فتاة نفسك تتجوز واحد غني مقتدر عنده ملتزم دينيا غني معاه فلوس، انت مثلا واحدة عايزة ربنا يرزقك بعيشة كويسة، عايزة ربنا يرزقك بحياة معينة في دماغك. الدعاء ده بقى يا جماعة والله العظيم دعاء قوي جدا. وعشان ما اطولش عليكم يا جماعة هبدأ لكم على طول في الفايدة، وابدأ لكم على طول في الدعاء المعجزة وطريقة قراءة هذا الدعاء. بس قبل ما ابدأ في ذكر الفايدة يا جماعة، يا ريت لو انت جديد معايا في القناة تشترك في القناة، ولو انت معانا في القناة تضغط على زر اللايك وتدعو لنا كده بالتوفيق. وعشان ما نطولش عليكم هنبدأ على طول يا جماعة في ذكر الفائدة تفصيلا بفضل الله. ده يا جماعة هذه الفائدة لا يشترط فيها يوم معين، لك ما شئت من الأيام، يوم الحد، يوم السبت، يوم الاثنين، أي يوم أنت عايزه لك ما شئت عادي. ولكن الشرط الأساسي هنا في هذه الفائدة أن أنت لازم تكون في جوف الليل، لازم تكون بالليل، لازم تكون في صلاة قيام الليل، يعني أي يوم من الأيام عادي وتصلي ركعتين قيام الليل. بعد ما تصلي ركعتين قيام الليل وتقيم الليل هتقعد في جلسة لوحدك، وتكون قاعد في غرفة لوحدك، بس طبعا مش غرفة لوحدك بس، يعني بحيث ان انت لما تيجي تقرأ الدعاء او كده صوتك يكون مسموع لنفسك، يعني تسمع نفسك وانت بتقرأ، مش بصوت عالي ولا صوت منخفض قوي، لا تسمع نفسك وانت بتقرأ. وهتبدأ بفضل الله وهتقول اول حاجة يا جماعة، وطبعا كل تفاصيل الفايدة زي ما احنا متعودين بتلاقوها موجودة في صندوق الوصف عشان تسهيلا على المتابعين. هتبدأ وهتقول الحمد لله المجيب 33 مرة بالعدد، دي اول خطوة في الفايدة يا جماعة، هتقول الحمد لله المجيب 33 مرة. بعد كده هتقول استغفر الله العظيم واتوب اليه 21 مرة. بعد كده هتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة اللي انا قولها لك دي 41 مرة. طب ايه الصيغة يا عبد الله اللي انا هصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بها؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، هذه هي الصيغة التي ستصلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما تعمل الخطوات دي كلها هتيجي بقى على الدعاء ده وهتردد الدعاء اللي انا هقوله لك ده، وهو ده محور الفيديو، هتردده 7 مرات بالعدد ولا تزيد ولا تنقص. طب ايه بقى عبد الله الدعاء المعجزة اللي هيحقق لي حاجاتي وهيقضي لي كل حاجاتي اللي انت بتتكلم عليه ده؟ الدعاء يا جماعة هو استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم يا جامع الشتات ويا مخرج النبات ويا محيي العظام الرفاس ويا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا مفرج القربات ويا سامع الأصوات من فوق 7 سماوات ويا فاتح خزائن القرامات ويا مالك حوائج جميع المخلوقات ويا من ملأ نوره السماوات ويا من أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ويا عالما بما مضى وما هو آت. أسألك وتذكر الحاجات اللي انت نفسك فيها، يعني بعد ما كلمة أسألك دي تقول بقى كل الحاجات اللي انت عايزها، إن شاء الله 10 حاجات يا عبد الله، إن شاء الله 100 حاجة. تذكر كل اللي نفسك فيه، أن ترزقني كذا وتحقق لي كذا وتحميني من كذا وتشفيني من مرض فلاني كذا، اذكر كل اللي انت عايزه. طبعا تكرر الكلام ده 7 مرات.
طب هل لازم يا عبد الله اقول نفس الحاجات ال7 مرات؟ لا، انت ادعي، اهم حاجه تقول الدعاء 7 مرات، وبعد كل مره زي ما قلت لكم تدعو من الله حاجتك بفضل الله. لو انت عملت الفايده زي ما انا قلتها لك بالظبط، بعدها بيوم على طول هتجد نتيجه الفايده على طول في حياتك. وبفضل الله لو كانت الحاجات اللي انت مطالبها من ربنا في الفايده دي مستحيله، بفضل الله الله تعالى قادر ان هو يسهلها ليك، والله تعالى قادر انه يسهل لك الصعاب ويحققها لك في لمح البصر. اهم شيء يا جماعه انا عايز اقول لهم بجد، الفايده دي والله العظيم من الفوائد القويه جدا جدا جدا، بس اعملوها زي ما انا قلتها بالظبط، وباذن الله هتجدوا البشاره بعدها مباشره. وبكده يكون الفيديو خلص يا جماعه، اتمنى لو استفدتم من الفيديو كده تدعوا لنا كده بالتوفيق. انا مش عايز غير الدعاء، اسال الله ان يوفقكم ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.